النهاردة هنبتدي ايه في المنهج. احنا الحصة اللي فاتت عملنا ريفيزيون كده سريع على الأرقام الألوان الحاجات بتاعتنا دي. النهاردة هنبتدي نتكلم عن المنهج بتاعنا. خلاص احنا عندنا قلنا 3 أونيتي. خلاص الأونيتيهات سهلة يعني ما فيهاش حاجة. عندي لاتوبي. توبي دي اللي هي النحلة النحلة اللعبة، مش النحلة الأباي اللي هي النحلة بتاعت العسل، لأ دي النحلة العادية. طيب النهاردة هناخد ايه؟ لاتوبي. لاتوبي لاتوبي دي اللي هي ايه؟ النحلة. لاتوبي اللي هي ايه؟ النحلة. خلاص النحلة اللي هي ايه؟ اللعبة. خلاص انا عندي بعض كلمات المفروض ان انا هستخدمها في الانيتي دي. اهم حاجة عندي في الانيتي ده دي النحلة دي، المفروض ان هو بيعلمك ازاي تعمليها انتي في الكلاس او في المدرسة او في البيت عشان انتي تلعبي بيها. خلاص فهي بتحتاج لماتيريال معينة. خلاص ايه هي بقى الماتيار يعني اللي هي اللي احنا بنستخدمها؟ ودي مهمة جدا لان هو سؤال بيجي في الامتحانات دايما معانا. خلاص اللي هي دي، بصي بقى، pour faire une toupie il faut. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لكي اعمل النحلة يلزم يعني احتاج. هحتاج لايه؟ اول حاجة هحتاجها ان رون ان كارتون. نكتبهم هنا في هنا عشان يبقوا ورا بعض اهي. هام جدا جدا جدا. خلاص تاني، ان رون ان كارتون. يلا قولي معايا نقول ان رون ان كارتون. ان رون ان كارتون. برافو. اون اليوميت. De la colle. Des ciseaux. Des feutres. خلاص ليه بيجيب لي السؤال ده؟ يكتب لي pour faire une toupie il faut كذا كذا كذا. يبقى الاحتياجات بتاعتي هم 5: raw en carton, allumette, de la colle, des ciseaux, des feutres. دي الحاجات اللي انا هستخدمها عشان اعرف اعمل التوبي دي. طيب هعملها ازاي؟ وده سؤال بيجي بقى ساعات. ايه ترتيب؟ اعمل الخطوة الاولانية ايه والخطوة التانية ايه والخطوة التالتة ايه. انما ده يجي لي اكتبه، يجي لي كومبلت، او يجيب لي بور فير انتو بي الفو 1 2 3 4 5 وحضرتك تكتبي الايه الخمسة. انما التاني ده بيجي اغلب الوقت رتب الطريقة اللي انا هعمل بيها التو بي بتاعتي. طيب التانية دي اهي، comment faire une toupie. كيف اعمل او افعل النحلة دي؟ اول حاجة هنستخدم فيها المقص و ديكوب لو رون، قص الدائرة او قص الدائرة. تاني حاجة هنلون، هكولوري لو رون، لون الدائرة. وخدي بالك احنا هنا بنستخدم صيغة الايه؟ الامر. تالت حاجة في ان ترو دون لو رون، يعني هنعمل اعمل فتحة صغيرة في الدائرة. خلاص اخر حاجة او الخطوة الرابعة، انفيل اون اليميت دون لو رون. يعني ايه نضع؟ بصي انفيل يعني يلضم، يلضم عارفة زي لما بلضم الابرة مثلا او حاجة كده. نضع عود من الكبريت في الدائرة. دول السوجي بتوعك بتوع الانيتي. يعني ايه سوجي؟ يعني المواضيع المهمة اللي انت هتاخديها.